من سيء إلى أسوأ هي القوانين التي تقرها إسرائيل بانعكاسها على مستقبل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، فقد صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على قانون يدعى لجان القبول يتيح للإسرائيليين منع العرب في الداخل المحتل من السكن داخل البلدات اليهودية. من يشاهد ومن يراقب المجتمع الإسرائيلي يجد أن إسرائيل تتحول بشكل مثابر ودائم نحو مجتمع أكثر يميني، أكثر محافظ، أكثر تقليدي، أكثر مغلق على نفسه وأكثر عنصري اتجاه الآخر. وتذهب إسرائيل بخطى سريعة جدا إن لم تكن تجاوزت، أنا بعتقد، بنية الأبارتهايد في جنوب أفريقيا. قانون عنصري يتحايل بطرق التفافية تعطيه الحق في المنع، فالمحكمة قالت إنه لا يجوز استخدام الدين أو القومية كمسوغ، وبالتالي تخرج اللجان نفسها من هذا المأزق بحجة التفاوتات في النسيج الاجتماعي. سنشهد في السنوات وفي الأشهر المقبلة ذهاب أكثر إلى قوانين عنصرية وأكثر إلى قوانين ذات طابع يميني، ذات طابع اللي هو يقصي الآخر ولا يعترف بوجود الفلسطينيين، أن هذه الدولة هي دولة اليهود، وبالتالي إذا كنا نسمح بوجودكم فنحن يعني نسمح بوجودكم على هامش هذه الدولة. 434 هو عدد البلدات اليهودية التي ستتمكن من إقصاء العرب وستغلق أبوابها بوجه المواطنين العرب، فما يتيحه هذا القانون التعسفي هو تقسيم الأراضي حسب أهواء ضبابية. هي محاولة لفصل عنصري آخر ضد الفلسطينيين، تضاف إلى العديد من القوانين الإسرائيلية التي تميز ضد الفلسطينيين في أراضي عام 48، الحد من إمكانيات تطوير الفلسطينيين أو الانتقال الفلسطينيين للسكن في أي منطقة غير تلك المدن أو البلدات التي ستحصر على العرب الفلسطينيين فيها، وسيكون هناك اكتظاظ سكاني في البلدات العربية. إذا كان مسن القانون يميني متطرف، وكان من يبت بالموافقة على القانون أي من واجبه أن يحكم بالعدل صهيوني متعنصر، يحاسبه ويسائله من يطبطب على مشاريعه بضوء أخضر، فأي حقوق وقوانين تلك التي ستأخذ بيد عدالة القضية الفلسطينية طالما أن القائمة على عدالتها مؤسس الدولة الصهيونية؟ من رام الله المحتلة، زينة صندوقة، رؤيا.